ويتوفروا فيه جيوب ذخيرة وسيف ضابط صف على الخيول. تم تنظيم أيام الفروسية للحرس الجمهوري على مستوى المركز العسكري للفروسية بوهران بالناحية العسكرية الثانية في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 مارس 2021. تضمن برنامج هذا النشاط عرض تعريفي بفروسية الحرس الجمهوري، عروض تطبيقية لمختلف اختصاصات الفروسية بالحرس الجمهوري، وكذا ورشات عرض لمختلف التجهيزات والعتاد المستعمل من طرف الفرسان. كل هذه الأهداف تصب في بوتقة الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للرقي بهذا الموروث إلى مصاف النخبة والتميز.